كل واحد فينا في مكان قافل عليه باب بيخف يوم يفتح تاني. أسرار بنداري عنها عنين وكل واحد لأسباب ويقول يا ريت لو تنساني. كان لازم اشوف ارواح. انتوا ضحكتوا عليا وجبتوني على البيت على طول. اه بس اللي عمل كده يعني ما سابش وراه دليل يخلينا نعرف مين هو. بيتهيألي كان لازم ارصد الودن دي عشان يتربى عشان يعرف ان الله حق. لا ما تقلقيش، انا مش ههدى ولا يرتاح لي بالي لما اعرف هو مين، وحتى لما اعرف مش ههدى برضه. هو انت عرفت عليه الجمال؟ الله اكبر. هو انت بتراقبنا خلود ولا ايه؟ انا قلت لك انت ريد روز، انت مش مصدقني. يوسف بس ما ينفعش حد يخبي ابن عن ابوه الا اذا كان الموضوع يعني في حاجه مش طبيعيه. حضرتك تقصدي ايه بالظبط يا طنط؟ انا احب اللي تبقى معايا تبقى واثقه فيا جدا، فاهمه ولا لا؟ بس خلينا نتفرج. يبقى لازم نعمل تحليل. ايوه عشان نقطع الشبكة. مين اللي عايز يقرص ودان حازم الارسل؟ عجبني تفكيرك يا حسن. يعني تفتكر الموضوع ده هيتلم على طول؟ بص يا رياض، الموضوع في ايدي. عامل ايه حسابك؟ احنا هنتعشى بره النهارده. معقوله يوسف بقى عامل لي فيها وقت فتك ومقطع السمكه وديلها وفي الاخر تختار زوجه مطلقه ومعها ولد وكمان مش مصريه؟ طب ايه المشكله يا ماما؟ يعني دي الوحيده اللي انا حسيت ان انا عايز اتجوزها واكمل معاها عمري، ايه المشكله يعني؟ اللي كلام فارغ بقى وكلام افلام. انت عايز تتعس نفسك؟ طب خلاص يا ماما، ممكن نأجل الموضوع ده لغايه ما تشوفيها؟ شوفيها مره واحده بس. وبعدين ماما عمر ما اختيار الانسانه المناسبه ليا ليها علاقه اذا كانت مطلقه ولا ارمله ولا انيسه حتى. انا ممكن اتجوز واحده بنت بنوت وتطلع عين امي.
ايه ولد؟ انا مش قصدي هطلع ان انا انت مالك انت بالموضوع يعني. خلاص بقى فراولة فكي بقى وعشان خاطر جو شوفيها مرة واحدة بس. خلاص يا يوسف خليها تيجي عيد ميلاد خالد الاسبوع اللي جاي ده عشان خاطرك بس. اعتبريها اتعزمت على طول. احنا ما نضيعش وقت يا فراولة، ما عندناش وقت نضيعه. مش ممكن مش ممكن، فظيع. قولي بقى خالد فين؟ مش باين من امبارح. خالد ايه ماله فيه ايه؟ لا مفيش، اصل اصل مالك دخلت المستشفى. ايه؟ ألف سلام عليك يا حبيبتي. بقى كده يا ملك تخدين عليكي. معلش آسف. آسف ليه بس؟ أنا بس كنت عايز أطمن عليكي. الحمد لله اطمنا. ده بيتك ما كانش ينفع أسيبك لوحدك، خصوصا إن فراس مشي. أنا هروح بقى كده عشان أغير وبتاع، ولو في حاجة ناقصاك يا ببالك. مش عايزة أي حاجة؟ شكرا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. زي ما بقول لك كده يا ست سهيلة، الأستاذ يوسف شكله هيتجوز واحدة مش مصرية، والظاهر كده والله أعلم إنه بيحبها أوي. الست ملك بعيد عنك كانت هتموت امبارح، الأعور انفجر عندها، ودكتور خالد فضل بعيد جنبها طول الليل. حاضر يا ست الكل، لو في أي حاجة هبلغك على طول. حاضر، مع السلامة، في أمان الله. ماشي يا سماح، ده كده مش هيبقى شهريه وكرتون البيض. يا حبيبتي يا حبيبتي الحمد لله على السلام. الحمد لله على السلام يا حبيبتي. تعالي 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 يا حبيبي. الحمد لله على السلام يا حبيبتي. تعالي عشان تقعدي تستريحي حبيبتي. انا حبيبتي اقعدي اقعدي يا حبيبتي. ازيك يا ماما؟ طمنيني عليكي. انا الحمد لله. طمنيني انتي عليكي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا حبيبتي انك بخير. خلاص بقى يا جماعه كده انا هبكي، وانتوا عارفين انا دمعتي بعيده. يا ابني انت ما بتعرفش تتكلم بجد ابدا. الحمد لله على السلامه، نورت البيت. ان شاء الله اخر مره تحصل. يا رب. من فين خالد؟ خالد مع ملك في المستشفى. ايه؟ حبيبتي انا عايزك تتعودي على كده، احنا بقى دي حياتنا الطبيعيه. انا اول ما بصحى من النوم الصبح اروح سائل سؤالين. اول سؤال اقول مين اتحجز النهارده في المستشفى؟ ما لاقيش حد. طب اروح سائل في حد اتقبض عليه؟ بقى حياتنا كده كل يوم مصايب. يا ابني اهمل بقى، خلينا نفهم مالها ملك. ولا حاجه، كانت تعبانه شويه في جنبها الشمال وكانت مطنشه، مستنت الوقت المناسب اللي كلنا بقينا فايقين وما عندناش مشاكل وبيس وكل حاجه. قلت لك لا سيبهم كده، جه انفجار في الزايد على طول. يا نهار اسود ده بجد؟ هي كانت حياتها خطيره فعلا، بس خالد لسه مكلمني وطمني عليها دلوقتي ان هي كويسه. ما هو خلاص ما بقاش فاضل غير ملك وجاي الدور عليه. وفاطمه اللي زي القرده دي ما يحصلهاش حاجه. يا ابني حرام عليك، ده فاطمه دي اول واحده افتتحت كل الكوارث لما اتخطفت في المنضف. وريتها ما رجعت. انت للدرجه دي بتكرهها؟ كده يا فراوله، ابنك جو بيقع فكره، بنت اللي معبياني. الموضوع بس ان البنت دمها تقيل شويتين ثلاثه 10 يعني. قولي براحتك ما تكسفيش. ده انت ناقص تقول انك بتحبها وبتموت فيها كمان. لا مش للدرجه دي. حقيقي بقى الواحد دلوقتي ما بقاش عارف مين اللي معاه ومين اللي عليه. انا دلوقتي بقيت اشك في كل اللي حواليا. والله عندك حق يا مدام فريد،
ما هو من كتر اللي بنشوفه. انا صراحه بقيت بشك فعلا في كل اللي حواليا، خصوصا فراوله. انا حاسه فراوله انت هتطلع ريدروس في الاخر ومخبيه علينا. انت بتقول ايه؟ اتلم يا ولد واخلص. حاضر. تخيل بجد بقى يا جو، دي بقى اللي تبقى القفله العالميه. يا سلام، انت بتعوم على امه؟ دي يعني مدام فريده زي جوز بنتك وبهرب. لا هو ما بيهزرش على فكره، انت خلاص كلنا عرفنا فراوله الموضوع ده. قلت لك اتلم. حاضر. وبعدين ريد روز ايه اللي تطلع فراوله؟ فراوله دي روز بس، روز الاحمر على الابيض على الازرق. قمر اتكلم بجد بقى يا جماعه، احنا لازم نغير طريقه تفكيرنا. ازاي يعني؟ مش فاهم. يعني لازم احنا اللي نبدا الحرب على ريد روز. حرب مين يا اشرف؟ ريد روز دي مجهوله الهويه، احنا مش عارفين هي مين، فهنحارب المجهول شبح يعني؟ انا اقصد ان احنا اللي نعمل لها الكمين، ما نستناش لما تفضل كل شويه تعمل لنا مصيبه. ازاي يعني؟ نعمل ايه؟ ريد روز اكيد هتحاول تتصل بحد فينا. اكيد طبعا هتتصل بحد فينا. وبعدين الحد اللي هي هتحاول تكلمه ده لازم يحاول يغريها باي شكل، يقول لها مثلا انه هيديها مليون جنيه وعنده استعداد يقابلها في اي حته. طب هيقنعها ويقول لها المبلغ ده مقابل ايه؟ مقابل انها تبعد عننا. يا سلام، وهي بقى بالسذاجه دي انها تقع في كمين زي ده؟ لا، وممكن تاخد المليون جنيه وتشفطهم كلهم ولا تبعد عننا ولا حاجه. يا ابني ما احنا هنراقب اللي جاي ياخد الفلوس ده، يعني مش هنقف نتفرج اكيد. لا يا اشرف، الست دي اذكى بكتير من انها تقع في كمين زي ده. الدروس دي عايزه خطه مدروسه وبمساعده البوليس. حلاوتك انت فراله وانت بتفكر كده. مع السلامه يا فندم. اتفضل يا فندم. اتفضل. اتفضل. مع الف سلامه. مع السلامه. اتفضل. الاستاذه رين يا فندم. صباح الخير يا فندم. يا صباح الفل والورد والياسمين. باشمهندسه ريم، ما تعرف رنا بنت حضرتك؟ اه طبعا عارفك ومنتظرك والله. اتفضلي يا باشمهندسه، اتفضل. يا اهلا وسهلا. اتفضل سيدي بتاعك. على طول كده من غير ما تشربي حاجه الاول؟ متشكره قوي، ملوش داعي. خلاص انا هسيبك على راحتك. كده بكتير، لكن بعد ما شفت السي في بتاعتك وتاكدت ان مؤهلاتك عاليه جدا جدا، انا ما اقدرش افرط في واحده بالمؤهلات دي ابدا. انا بعرض عليك انك انت تشتغلي مديره العلاقات العامه بالشركه، ومرتب ضعف مرتبك اللي كنت بتاخديه في الشركه اللي انت سبتيها واللي انت ذكرتيه في السي في. ها ايه رايك؟ ما تعرفش صيدليه الدكتور عمرو قافله ليه بقى لها مده؟ البوليس جه قبض عليه وشمع الصيدليه. حصل امتى الكلام ده؟ من اسبوع كده. ما تعرفش ليه طيب؟ ليه عنده مخدرات. مخدرات؟ الحمد لله على السلامة يا حازم. لسه فاكر؟ ايه يا ابني الندالة اللي انت فيها دي؟ ازاي ما تسألش عليا؟ مين قال لك الكلام ده؟ طبعا جيت لك كذا مرة، بس رئيس المباحث هو اللي ما كانش بيرضى ان انا اشوفك. والله؟ رئيس المباحث منعك من الزيارة ها؟ قال لي لازم اخد تصريح من الداخلية عشان اقدر ازورك. لا يا شيخ. ماشي. أعديها لك المرة دي. أخبار عدنان دي إيه؟ عدنان سافر أساساً. سافر؟ سافر فين؟ بيروت. إزاي؟ ما تقلقش، ساب لنا شوية فلوس عشان نبدأ الشركة. آه. ما دام ساب لنا شوية فلوس يبقى غول في 60 داهية. المهم الكاش. عندك حق.
اللي بيحصل لك الايام دي اصلا ما حصلكش بعمرك كله. مراتي اتخطفت ولا السرقه اللي حصلت لي في الأقصر؟ انا نفسي اعرف بس مين اللي بينخر ورايا وعايز يدمرني. يا عم فكك بقى من الكلام ده، خلينا نركز في شغلنا. افكني ازاي؟ هو اللي بينخور ورانا ده ممكن يبوظ لنا الشغلانه الجديده. وانت فاكر بس ان انت اللي بيحصل لك البلاوه دي؟ دي العيله كلها متروقه. هي في ايه؟ واحد بعت لي بيقول لي تدفع كام واقول لك على اللي لبسك في موضوع المخدرات. غريبة قوي. زي ما يكون سمعنا. لا يكون في حد بيتصنت علينا ولا حاجة. نعم. الرقم غير متاح أصلا. يا حسن، ما انت بجد صدقت ان ممكن يكون حد بيتسلط علينا؟ ممكن حد بيتسلط علينا وحط لنا اجهزه هنا كمان. انت بقى شكلك لسعت خالص بقى. لو قلنا يا جماعه ان موضوع انفجار زايده ملك ده قضاء وقدر، اكيد كل المصايب اللي عماله تحصل لنا دي مش صدفه، يعني اكيد متدبره. انا شاكك اصلا ان حادثه اروى دي بفعل فاعل، وكان في حد مسيب لها فرامل العربيه. قول انك بتدور على اي حاجه عشان تريح بيها ضميرك. حتى لو اللي حصل لك ده بفعل فاعل فانا برضو مسؤول عنه. خلاص بقى يا اولاد، اللي حصل قضاء وقدر والحمد لله جت على قد كده. في ايه؟ ايوه ماما، بس اشرف عنده حق في كل اللي قاله. انا حاسس ان في حد بيحاول يدمرنا فعلا. هنروح بعيد ليه؟ احنا لغايه دلوقتي ما عرفناش مين هي ريد روز. لو عرفنا ريد روز دي اكيد هنوصل للي بيعمل فينا كل البلاوي دي. انتوا عارفين بقى ايه اللي نفع ريد روز دي؟ اللي احنا من كتر المصايب اللي احنا فيها ما عندناش وقت ندور ونفكر مين ريد روز دي. طب ما احنا بلغنا البوليس برضه ما عرفش يوصل لاي حاجه. ايوه بس احنا لازم نشوف حل بسرعه كمان. ومحدش ضامن يعني ريد روز دي ممكن تعمل فينا ايه تاني يعني. انا كده قلقت يا يوسف. ربنا يستر. هذا المسلسل ازيك يا حنين؟ الحمد لله. طمنيني، ايه الاخبار؟ الاخبار مش ولا بد. ما هو انت السبب، انت اللي سلمتي نفسك بسرعه. ما انا كنت فاكره انه دي الطريقه اللي هتجيب رجله. انا قلت لك 100 مره الراجل لو خد اللي هو عاوزه مش هتشوفي وشه تاني. ياما قلت لك شوقي ولا تدوقي، وانت ما بتفهميش، طلعتي غبيه. لا مش على حنين الكلام ده، ده انا مجهزه له خطه هترجعه مزلول. خطة ايه ان شاء الله؟ خليها مفاجأة. عموما مش هتاخدي ولا مليم من اتعابك لغاية ما تديني خبر حلو. وانا ما طلبتش منك اي فلوس، علشان انا متأكدة ان الخطة بتاعتي هتجيبه دايخ على جوزه. اما نشوف. انا مش عايزة كلام، انا عايزة فعل. ماشي، بس انا ساعتها هطلب منك اتعابي الطقطقين، علشان التقدير على قد النتيجة، ولا ايه؟ الفلوس معايا. انت الحاجه معاك؟ معايا. طب انا واقف في المكان اللي قلت لي عليه. اه
طب خليك واقف. انا شايف برضه علمناه الادب بالادب. كويس قوي اللي ده حصل. كان لازم ارصف ودن جامده قوي عشان يعرف يطلعها. احبك يا ياسمين. دي حقيقه فعلا. مش متخيل ان يوسف الصايع في الاخر يقع الوقعه دي. صديقي وقع وخلاص. بقيت عامل زي الطفل اللي بيدور على لعبه بيحبها. كل ما ابقى معاكي وامشي ابقى عايز ارجع تاني. مش مركز في اي حاجه غير فيكي. ده حقيقي. حتى وانت ساكته كده بحب سكوتك. بحب كل حاجه فيكي. فما لقيتش قدامي غير انا لازم اجي اقول لك انا بحبك. ما بقتش مهتم باي حاجه في حياتي غيرك. عايزه ايه ونفسك في ايه ومحتاجه ايه. يمكن انا ما قلتش الكلام ده لاي حد قبل كده. واضح ان انا مش هقوله تاني. بس اول ما حسيته قلت لازم اجي اقوله لك. هي الحقيقه احبك. شو بعد هذا الحب؟ الجو ده شو بعد هذا الحب؟ بعد كل الكلام الرومانسي اللي انا قلته لك ده شو بعد هذا الحب؟ ولا حاجه. هفضل احبك وعمري ما اقدر ابعد عنك حتى لو انت بعدتي. مش هسيبك يا ابني. بس أنا قصدي إنه أنا ما إلي طريق إلا الزواج يا يوسف. على طول كده زواج؟ إيه الوقعة اللي أنت فيه ده؟ مش قصدي يعني ما تقلقش. ما دام حب واضح كده ما دام اتدبيت وحبيت واضح إن أنا كمان هتدب وأتجوز. ماشي. هنشوف الموضوع ده هنشوف الموضوع ما تقلقش. ماشي يا يوسف الكلب. انت كده جبت اخرك معايا. شو صار؟ لا مشكلة في الشغل كده بحلها بعد ما امشي من عندك. انت مبسوطة؟ مبسوطة؟ انا كمان مبسوطة. اتأخرت عليك؟ لا ما اتأخرتش. قلت بس ولع كده واهدى. ربنا يخليك. بس أنا عايز أعرف إيه السبب اللي خلاك تقول لأودي الفيديو ده للواء مكتي؟ يا عبيط يا أهبل، فغالي ما بيعملش أي حاجة إلا لما تكون مدروسة. كل حاجة لازم تكون محسوبة بالملي. فهمت؟ أرجوك فهمني، فهمني، لأن الموضوع ده بصراحة عامل لي تربلة في دماغي. أفهمك. احنا لما نبعت الفيديو ده للواء مجدي يبقى انا بعت الشبهة عني تماما، خصوصا ان ايهاب بيه شاكك فيا 100%. وخد بالك كمان ان الواد اللي اسمه حازم ده اكيد اكيد هينتقم من ايهاب بيه. لكن مادام بقى الفيديو راح للواء مجدي، يعني راح للداخلية، يبقى فيغالي اكيد بره الموضوع. وخد بالك كمان لواء صفية أبو إيهاب بيه تقيل قوي في الوزارة وواصل، وأنا متأكد 100% إنه هيخلص الموضوع ده. وساعتها بقى يبقى فيغالي بره الموضوع ده. فهمت يا فهمت ليه؟ ده أنت دماغك طلعت سم بصحيح. طب اتعلم من عمك الكبير. عمي؟ أنت عمي بس؟ ده أنت عمي وعم الدنيا. خير يا خالد. بص يا مشرف، انت عارف كويس قوي ان احنا مش صحاب بس،
ده بالنسبة لي زي يوسف وحازم بالظبط. وأوقات كتير لما كان بيحصل مشاكل بينك وبين أروى كنت بطلعها هي غلطان وأخليها تعتذر لك. لكن المرة دي لا، كله إلا الخيانة يا أشرف. خيانة؟ أنت برضه هتقول لي خيانة يا خالد؟ بص يا أشرف، أنا فاهم كويس قوي إن ساعات الراجل بيحس إنه مش مبسوط في بيته وإنه ناقصه حاجات كتير. تظهر له واحدة تزغلل عينيه وتحسسه إنها بتعوضه عن كل حاجة ناقصة في بيته. دي اسمها خيانة يا أشرف، وإنت عارف كويس قوي إن أكتر حاجة بكرهها في حياتي هي الخيانة. تاني يا خالد. طب فسر لي، فسر لي اللي حصل ده حصل ليه؟ فسر لي وقول لي الغلط جاي منين؟ الغلط يا خالد كان من أول يوم أنا وافقت نعيش معاك أنا وأروى. كنت حابب أعيش معاكوا جدا. كنت شايف فيكم عيلتي وإخواتي. كنت بحلم دايما ببيت عيلة زي بتوع زمان كده. الولاد والبنات يكبروا ويتجوزوا ويعيشوا في نفس البيت. كنت حابب لمتنا سوا. بس اللي لقيته يا خالد كان كابوس. ممكن تفهمني ايه علاقة ده باللي انا بقوله؟ علاقته ان اروى اساءت استخدام ده. خلتني في اخر اهتماماتها. يعني عادي جدا نبقى نازلين انا وهي وعندي مشوار مهم جدا، حاجه تخصني، تيجي في اخر وقت كده تقولي مش جايه معاك، اخبط دماغك في الحيط، اتحرج انا بقى قدام اي حد مش مشكله. احلامك البسيطه قوي يا خالد. بحلم بابني من صلبي شيل اسمي. بس حتى ده هي عايزه تحرمني منه. متهيألي يا اشرف ان الموضوع ده بالذات كلنا وقفنا في صف وطلعنا اروى غلطان. انا عارف ده ومقدره، بس اصعب حاجه على الزوجة خالد انه يحس انه في اخر اهتمامات مراته. مش عارف اقول لك ايه، مش عارف انا اللي غلطان ولا الدنيا هي اللي غلط ولا الناس هي اللي بقت مشاعرها جافه قوي كده. اوقات كتير بحس ان انا اتولدت اصلا في الوقت الغلط. وانت كمان يا خالد اتولدت في الوقت الغلط. ازاي؟ انت كمان مثال زيادة عن اللزوم. دايما بتفكر في عيلتك، مفكرش في نفسك. وفي الاخر محدش مقدر ده. بقولك ايه يا اشرف؟ ده مش موضوعنا دلوقتي. انا هقول لك كلمتين. كأخ كبير لأروى وصاحبك. لو بتحب مراتك وشاريها عايز تبقى مستقر في حياتك معاها لازم تكون حاسم. حاسم يعني تبعد عن أي واحدة عايزة تاخدك من بيتك ومراتك. عارف ليه يا صاحبي؟ لأن اللي هتاخدك من مراتك بعد شوية واحد تاني عيل ياخدها منك. الله 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 الله، هي بقت كده؟ علني في الشارع؟ ده بيدي لده موبايل والتاني بيديله فلوس. موبايل ده فيه ايه؟ مخدرات؟ حضرتك بعد التحريات اكتشفنا ان الراجل الملثم اللي على الموتوسيكل ده بيشتغل امين شرطه. اسمه فرغلي عبد الصمد. الراجل ده معروف بسوق السمعه يا فندم وتوقف قبل كده عن العمل. وده ايه علاقته بحازم؟ والفلوس دي بتاعت ايه؟ والموبايل ده عليه ايه؟ جايز يا فندم ان فرغلي ده يكون ليه سكه مع موظفين الاعراض. وهو اللي بدله الحرز من مخدرات لبيكربونات الصوديوم. الله، ده كده اللعب حلو قوي وعلي قوي.
فرغالي ده يتحط تحت المراقبه وتشد المراقبه على حازم، ها لحد ما نشوف حكايته ايه. وبالنسبه لحسام يا فندم، ماله حسام فيه ايه؟ لا هو الصراحه اليومين دول ملوش اي نشاط، خصوصا يعني بعد ما عدنان سافر. برضه تحط لي مراقبه عليه. اي حد له علاقه بالعصابه دي سواء من بعيد او من قريب لازم نفهم وراه ايه. اوامر يا فندم. اتفضل. بعد اذنك يا باشا. اتفضل. بيكربونات الصوديوم. ممكن تفسر لي الفيديو ده يا حضرة الضابط؟ يا فندم انا انت ايه يا حضرة الضابط؟ انت معروف عن العمل فضل. تمام. أنا اللي اتجننت يا زبالة. إيه اللي بينك وبين إيهاب الفاير؟ مفيش حاجة بيني وبينه. والله؟ أمال ده إيه؟ كان لازم أرفع ودن جامدة أوي. معرفش إيه ده؟ طبعًا ما تعرفيش. عشان كده كان عايز يخلص مني عشان يخلقكوا الجو مع بعض. حازم فكر، هو لو كان عايز حاجة زي دي كان حط لك مخدرات حقيقية. أنا فكرت. ونعيش العمر نندم ونفكر في حسابات
وهي نتيجة واحدة ما فيهاش اختلافات. فينا قدرنا نصيبنا نعيش على ذكريات ونعيش العمر نندم ونفكر في حسابات. وهي نتيجة واحدة ما فيهاش اختلافات. فينا قدرنا ونصيبنا نعيش على ذكريات.